أعلنت مصادر محلية استشهاد مسن فلسطيني من قرية عورتة جنوب نابلس المحتلة، متأثرا بإصابته بجراح خطيرة الثلاثاء الماضي عند حاجز حوارة جنوب نابلس. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل رؤية في فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة. صباح الخير، ضعنا في تفاصيل ما حدث مع هذا المسن أيضا وما حدث في رام الله يوم أمس. أخيرا نعم، منذ قليل أبلغت هيئة الشؤون المدنية لارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد المسن حسين قواريق، يبلغ من العمر 59 عاما وهو من ذوي الإعاقة، متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها الثلاثاء الماضي عند حاجز حوارة إلى الجنوب من نابلس المحتلة. وحينها ادعت وسائل إعلام عبرية بأن هذا المسن لم يلتزم بأوامر جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، ما أدى لإطلاق النار صوبه وتحييده، وتحييده يعني إطلاق الرصاص عليه بقصد إيقافه، لكن جنود الاحتلال كانوا قاصدين قتله وإعدامه بشكل مباشر، وهذا ما حدث بإصابته بإصابة خطيرة بشكل مباشر، واحتجازه واعتقاله ونقله لمشافع داخل المحتل عام 48، وتلقى العلاج هناك حتى استشهد في وقت متأخر من الليلة الماضية. المسن من بلدة عورتة، ولا زالت قوات الاحتلال لم تبلغ في حال أنها تريد تسليم جثمانه لذوي أم لا حتى هذه اللحظة. في المغير إلى الشمال من رام الله المحتلة، ظهر أمس كان هناك تظاهرة للفلسطينيين ضد الاستيطان، والمستوطنون تصدوا لهذه المظاهرة بحماية من جنود الاحتلال وقاموا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر صوب المواطنين الفلسطينيين، وكان جنود الاحتلال يطلقون الرصاص معهم أيضا. أصيب الفتى أمجد أبو علي يبلغ من العمر 16 عاما بشكل مباشر برصاصة مستوطن وبرصاصة أحد جنود الاحتلال، حيث تناوب الجندي مع المستوطن على إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر في الظهر، وارتقى متأثرا بجراحه هذه التي أصيب بها بعد نقله إلى مشافي مدينة رام الله، حيث الفتى أمجد استشهد وهو وحيد والديه، ويعني كان هناك مقاطع مصورة تظهر مدى الحالة الهستيرية التي أصيب بها والديه نتيجة لاستشهاده وإعدامه بهذا الشكل المباشر وبدم بارد من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. من المفترض أن يعني يشيع جثمانه ظهر هذا اليوم بدءا من مستشفى أو من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وصولا إلى قريته المغير إلى الشمال من المحافظة وسط حالة من الحداد أعلنت في القرية. في وقت متأخر من الليلة الماضية أيضا أصيب مقدسي برصاص الاحتلال بجراح خطيرة في منطقة جنوب المدينة المقدسة، ولم تعرف حالة الطبية بعد، حيث نعم حافظ اعتقلته قوات الاحتلال بعد إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر. نعم، سنبقى معك في تغطية دائمة حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة. مراسل رؤية من فلسطين حافظ أبو صبرة، شكرا جزيلا لك.